السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين فيديو تاثر بالسعوديه كريستيانو، وين يقول بسم الله. شوف كيفاش حاجه مليحه، وين يقول بسم الله كريستيانو يثير الجدال في لقاء البرتغال وسلوفاكيا. وين هل تأثر كريستيانو بدين الإسلام جراء إقامته في السعودية؟ وين حضر البرتغالي كريستيانو قائد المنتخب البرتغالي والنصر السعودي في لقطة مثيرة للجدل خلال مواجهته البرتغال وسلوفاكيا المقامة يعني في مدينة وين أقيمت في مدينة بورتو. المباراة تقام يعني قامت ضمن الجولة السابعة من تصفيات مؤهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024، وشهد شوطها الأول ثنائية لصالح رفقاء دون وين راموس سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 29 أضاف يعني صاروخ ماديرا الهدف الثاني من ضربة جزاء، والتي كانت موضوع جدال جراء ما فعله كريستيانو في تسديدها. كريستيانو تمتم ببعض الكلمات قبل التسديد ضربة جزاء بحسب يعني اللغة اللي قدموا في الهدرة هذيك، ووفق للغة العربية فسرها البعض أنه قال بسم الله، لكن في الوقت ذاته لم يتبين حقيقة ما قاله تحديد، خاصة وأنه من وارد أن تكون بعض الكلمات باللغة البرتغالية. لكن ليس ببعيد أن يكون قد ردد بسم الله، خاصة وأنه احتفل بأحد أهدافه في السعودية من قبل بالسجود على الطريقة الإسلامية، متأثر إلى حد كبير بتسعة أشهر التي قضاها في العاصمة السعودية الرياض. ويشير إلى أن كريستيانو انتقل للعيش في الرياض منذ جونفي، وتم انتقال للنصر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. يعني وين نقولوا بلي اللاعب هذا لاعب كبير، لاعب ما قالش أنا خرجت من لشبونة ولعب في مانشستر يونايتد، ولعب في ريال مدريد، ولعب في جوفنتوس، ولعب في مانشستر يونايتد، وراني لعب في السعودية. يعني ما قالهاش هذه، ناس وقت اخرين قالوها، ناس قالوها وصايب ناس اللي راهم صايبين 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 لي كادو من عند المدرب هم يقولوا فيها. يعني ما كاش لي قالها، قال غير هو برك هذه هي. كريستيانو قال لهم انا خرجت من البرتغال، انا كنت نلعب في ماديرا، انا ما على بالهمش الناس، اذ ما على بالهمش الناس في لعب في اتحاد ماديرا، وقال لهم راني نلعب في السعوديه، انا 38 سنه ما روحتش للبرازيل، رحت نلعب في السعوديه في ليكيب ناسيونال، انا زايد في البرتغال. يعني هذا مشكلة وصايك، مشكلة وصايك، مشكلة وصايك، ربي باصانا بها وصايك. شوف كريستيانو يعني لعب قيمة كبيرة، أنا شكرا في رانا ضد فلان، لا لا استخدمه. بلي الهضره اللي يهدرها كاع ماشي مليحه، مالك
عزالي من النتيجة هذه، وين دخل وين على بالكم باللي كريستيانو راح بال، وين تمكن كريستيانو صاحب 38 عام من تسجيل هدفين لصالح المنتخب البرتغال أول من ضربة جزاء، هدف كريستيانو الأول أمام سلوفيكيا، الثاني أمام سلوفيكيا، وحسب ما ذكرته شبكة ذو أتليتيك العالمية فإن كريستيانو نجح في تسجيل 73 هدف مع المنتخب البرتغال بعد بلوغه سن 30، وأوضحت أن ذلك أكثر مما سجله أي لاعب آخر في أي عمر في كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الإنجليز، إسبانيا، هولندا، السويد، كرواتيا، الدنمارك، يعني الأوروغواي، كولومبيا، تشيلي، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، غانا، يعني 176 دولة أخرى. وأصبح كريستيانو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 125 هدف على الصعيد الدولي. مولك لا سيطير الناس ولا لعابة ودي. يعني نجح المنتخب البرتغال في الفوز على سلوفاكيا بثلاث أهداف مقابل هدفين ضمن مباراة التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو 2024، وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، ونجح صاروخ ماديرا في قيادة المنتخب بلادي لتحقيق الفوز الثامن في الشوط في مشوار الوصول إلى نهائيات اليورو 2024. يعني وين شاهدنا وين ذهب لم يصد أبدا هذه يعني عندما شاهدتم يأتي من بذلك بكل تأكيد كريستيانو الذي مهما تقدم به العمر زاد خبرة ويقدم مستويات مميزة. وبدأ كريستيانو مباراة وكان كالعادة هو خاطف الأنظار في الملعب بعد تكريمه بمناسبة وصوله لمباراة رقم 200 مع المنتخب بلاده. كريستيانو احتفل بمشاركة رقم 200 مع المنتخب بلادي على طريقة الخاصة بتسجيل هدفين وقيادة المنتخب بلادي للخروج بنقاط المباراة كاملة ويصل حصد النقاط في دوري المجموعات. يعني هو كاليفا وصيك. كريستيانو لم يشبع مهما وصل إلى نجاحات، وكان قريب من تسجيل الهدف الثالث والهاتريك له بطريقة مقصية رائعة، ولكنها مرت بسلام على المرمى الضيوف. يعني لاعب كبير، هذا لاعب جودة كبيرة أخويا، هذا اللاعب جودة كبيرة. أسغلط أوصيك لاعب كما هذا ماشي لعقة أخويا. لعب كبير، لعب ذو يعني بغينا نقولوا بلي لعب لي أسطورة كاين هو وميسي، هذاك ما بغى يحبس وذاك ما بغى يحبس، كانوا جوج تاع اللعابة كانوا رابدين المستوى تاع اسبانيا كومبلي نهار لي وخروا المستوى تاع اسبانيا معاه، كانوا رابدين الكلاسيكو تاع الريال بين الريال والبارسا، كانوا الكلاسيكو كان كيقول لك كلاسيكو الناس كانت تخدم، يعني لعابة بمعنى الكلمة اخويا. والله ينزل كيما يقول لك بالك نزيدو ما نعرف لا يلحق بالك ما يلحقش كوب ديمو شحال مازال له 120 130 41 عام بالك كوب دورو التالية تاعه ميسي بالك يزيد يلعب بصح هو بالك سايك هذه هي بصح راه يلعب ولعبي وين ما تعرف تقول بصايك تسيبو خرج فانيك بديقة فانيك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صعيتو خوتي.